وننتقل مشاهدينا الكرام للدكتوره منال عوض محافظه دمياط. تحياتي يا فندم. اهلا بيك. لو نتكلم عن محافظه دمياط ومجهوداتها تجاه المشروعات القوميه من مكافحه فيروس دي ومكافحه او الانتهاء او انهاء قوائم الانتظار، وايضا عدد كبير من المشروعات القوميه في المجال الطبي التي تحرص وزاره الصحه على تحقيقها داخل او تنفيذها داخل محافظه دمياط. اولا احنا بنرحب طبعا عندنا هنا بمعالي وزيره الصحه دكتوره هاله، ان هي شرفتنا النهارده بتشجع القائمين على المسح فيروس سي. وطبعا احنا زي ما حضرتك سمعتي كده من الدكتوره هاله، احنا يعتبر من اوائل المحافظات اللي قربت نخلص المستهدف بتاعنا. تقريبا احنا ممكن نخلص المستهدف قبل نهايه شهر 11، ودوت احنا وده يبقى هو المستهدف بتاعنا المفروض لحد 30/11، احنا ان شاء الله نخلصه قبل 30/11. بنشكرها كمان على الجهاز اللي جابته عندنا في دمياط، جهاز البي سي ار اللي بيسرع من النتائج وبيعمل عدد كبير من العينات في اليوم، وده بيساعدنا وكمان بيساعد المحافظات المجاوره لينا ان احنا نخلص عدد العينات اللي عندنا باسرع وقت عشان نصرف العلاج. فاحنا بدانا بالفعل نصرف العلاج من اول الاسبوع اللي فات، عدد كبير صرف العلاج ولسه مستمرين. طبعا النهارده برضو هي شرفتنا بزياره لبنك الدم علشان تطمن على البنيه التحتيه عشان يصلح للمشروع الجديد بتاع تجميع البلازما. بنشكرها كتير، وطبعا تهيئتها الجو ان احنا والمكافئات اللي بتعملها علشان نشجع العاملين، ده في حد ذاته خطوه كويسه، وبتيجي عشان تتكلم معاهم وتعرف مشاكلهم، ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا بنشكرها عليها. عدد المستشفيات داخل محافظة دمياط التي من المفترض أن يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع كفاءة البنية التحتية. طبعا احنا نرفع كفاءة بتاعت بنك الدم، وده كان بقاله فترة معطل علشان المشروع الجديد، وفي مستشفيتين كمان احنا بنرفع كفاءتهم دلوقتي ان شاء الله على اخر السنه هيكون في عندنا مشروعين بس هم اللي متعثرين في وزاره الصحه، ان شاء الله نخلصهم السنه دي. لو سالت حضرتك عن فيروس سي وما تم يعني النتائج النهائيه في هذا الموضوع، العدد من حيث العدد طبعا والمسح بشكل كامل، احنا المستهدف عندنا 800,000، احنا عدينا ال 500,000 تقريبا. احنا بنعمل عدد، احنا لسه مثلا الشفت الثاني بادئ، الشفت الاولاني في كل وحده معدي ال 170 فرد، وده احنا معديين فوق المستهدف بتاعنا كمان. انا بشكر حضرتك الدكتوره منال عوض محافظ دمياط، بشكر حضرتك سياده الدكتوره، ميرسي حضراتكم.